أصدرت وزيرة التربية والتعليم معالي الدكتورة مديحة الشيبانية قراراً وزارياً بشأن لائحة تنظيم الطابور المدرسي، حيث تلزم اللائحة الجديدة ترديد النشيد الوطني من قبل الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها. أساس في إقناع الأعضاء الشرف رئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان أنا أتوقع كان برنامج الانتخابي. أفضت انتخابات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان التي جرت اليوم الأحد إلى فوز سعادة قيس بن محمد اليوسف، كما فاز كل من سالم الجنيبي وراشد المصلحي بمنصب نائب الرئيس، وحسين البطحري وأنور السناني بعضوية المكتب التنفيذي بالتزكية. أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية تنويهاً من تشكل ظاهرة المد الأحمر في محافظة شمال الباطنة، وناشدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر الصيادين ومرتادي البحر بالإبلاغ عن أي حالة نفوق للأسماك.